صباح الخير، صباح الخير على أحلى متابعين، وأهلا بكم في قناتي، قناة ماما سوسو. النهاردة هنعمل أكل دايت. دايت إيه يعني؟ فريك وراك مخلية، مش محشية بقى، مخلية زي عملة الحمام الكداب، زي كده أهو، مخلية. تمام. اللي هعمله، أنا محضرة هنا بصل، ملح، فلفل أسود، وبشرة طماطمايه. ده غير الفريك، ده كده حاجة لوحديها. ده الأول هنعمل، نسمي الله، غسلها كويس ونقعاها والليمون عليها. لازم تعملي كده، وتدعكي الملح بالبصلة بالطماطم وتعمليها. تعالي نسمي الله ونصلي على سيدنا رسول الله وعليه أفضل الصلاة والسلام. الأول نعملها، بسم الله، نحشيها وندعكها بيها كده من جوه ومن بره، برده الثانيه عشان اللي ما شافش. حشيها كده، ادعكيها وتسيبيها كده بتاع ساعه حاجه كده، تحطيها في الجلد كده. اخر حاجه عجبيها اللي يفضل هدعكوا بيها. مش عايزه اطول الفيديو عليكم. هسيبها كده وراح اصلي الظهر واجي اعمل الفريك، وهوريكم ازاي الفريك بيتعمل. ادي الرابعه اهي، بسم الله، الرابعه اهي. وبرده في الميه كده، وادعك بقى الحبه دول واسيبهم. هسيبها ساعه بس الاول، اروح اصلي عشان الظهر ما يروحش عليا. دعكم بيها وارجع لكم تاني بقى. بصوا بقى، تعال نبدا بقى في الفريك. انا سبت بقى هنا الوراك تتنقع، هنا بصل، سمنه، زيت، ما تحطيش ياما قدام دايت. تمام. وهنا كبد حبه صغيرين مش ياما لكم. وادي الفريك اهو، كان منقوع بميه سخنه، وانا عامله بتاع كوبايتين. هتشوفوا هعمله الطريقه ازاي. منقوع في ميه، وده غسل حلو جدا واتصفى. عبال البصل ما تصفر هحضر البهارات بتاعته. هنا بدات تدبل البصله، انزل عليها الكبد اللي انت غسلها كويس. حط البهارات، ملح، فلفل اسود، كاري، شوية سكر. تمام. بسم الله، يدي طعم. بس الكاري هو المفروض، ما البهارات ياما، من اللي بيعمل دايت ما يحطش بهارات ياما. خلاص كده اللي هعمله، هنزل شوية مية صغيرة يستوي شوية، صغير أو يعني أقل من معلقة مية. خلاص، تشرب المية اهي بسرعة. ننزل بقى الفريك، بسم الله. دي بقى بيحتاج طبعا مية أو شوربة، المتاح عندك تحطيه. انا هحط ميه، هجيب ميه واحطها يستوى فيها. انا حطيت ميه، طبعا ما حطيتش شوربه، اللي بيعمل دايت مش يبقى كل سمين في سمين. فده كده اهو استوي شويه، هوريها لكم هعملها ايه. بس دينا يتنقع برده موت الوراك. تعالوا شوفوا بقى بعد ما بردت، يعني بردت خالص، لازم تبرد معاكم. هننزل ايه بقى؟ ننزل نفس الكميه، بسم الله. كده استويت نص سوا، نص سوا. ماشي بقى كده الارضيه شويه كده، يعني انا ما سويتش الفريك قوي قوي. تمام. اللي هعمله بقى، هجيب الفراخ اللي انا نقعها بالبصل،
خليها مفتوحه قبل ما ايه انزل عليها بس انزل ايه بقفلها كده خلاص واركنها على جنب والتانيه زيها لا هتربطي ولا هتعملي اي حاجه كده اهي شايفين كده التانية نفس الحكايه نزل عليها الفريك وبالتالي اخر واحده بقى ممكن تعمليها في وراك عاديه صدور اي حاجه عاديه نزل شوية البصل اللي هما كانوا محطوطين عليهم خلاص كده نزل بقى بقية الفريك ظبطيها بقى كده دخليها بقى الفرن بتاعك عايزه تغطيها بورق الفاين والحاجات من دي ماشي انا هدخلها كده شويه وبعد كده ممكن احط عليها ورق شايفين الجمال بعد ما خلصت شايفين عايزه تتاكلها بسرعه كده وهي سخنه تحفه حلوه قوي قوي بصوا الفريك او يعني استوى حلو جدا والفراخ اتحرفشت حلو قوي طريقة سهلة تقدري تعمليها في اي وقت يعني لاي حد مش لازم دايت يعني اي حد ياكلها عادي لان الفراخ منزلة قدامها عادي فاتمنى يكون عجبكم الفيديو الجميل ده وجربوها يا جماعة حلوة قوي انا عملتها قبل كده كانت جميلة جدا ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاهدة والمتابعة عشان يوصلكم مني كل جديد وإلى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو باي باي